ديمونستراتيف صفات الإشارة. les adjectifs démonstratifs معناها صفات الإشارة. يجيك سؤال يقول لك relève du texte un adjectif démonstratif، لازم تكونوا عارفين شنو هي un adjectif démonstratif، راح تجيبها من النص. شنو هي les adjectifs démonstratifs؟ هي صفات الإشارة. عندنا ربعة، هذو تحفظوهم. سات معناها هذه، سو هذا، سات سي، هذو تحفظوهم بالكتابة. سات سو سات سي، هذو نسموهم les adjectifs démonstratifs، احفظهم مليح. مثال وقت نستعملهم هذا سو، هذه سو وقت نستعملوا سو. هذا سو متى؟ هذا الصباح، تستعمل مع الاسم المذكر المفرد سانجولي ماسكولا، مع ماسكولا سانجولي المذكر المفرد. سات هذه وقت نستعملوا سات، هذه وقت نستعمله لازم اسم يبدا بهذه الحروف، يجي بعدها طول اسم يبدا بهذه الحروف ا او اي او اي يغريك ولا حرف الاش، احفظوهم هذو. هذه سات يجي بعدها طول اسم يبدا بهذه الحروف، سات افيا. شوفوا الحرف الاول، الحرف الاول من هذه الحروف، اذا نديروا هذه سات. زيدوا احفظوهم مليح. سات هذه، هذه نستعملوها لاسم المؤنث المفرد سانغولي فيمينا، فيمينا سانغولي. هذه طفلة، سات في، كي تكون مؤنث نديرو سات، كي تكون مؤنث نديرو سات، أشفاو مليح. سي هذه نستعملوها للجمع، هذه السي نستعملوها لجمع الأسماء المذكر والمؤنث، مثلا سيزوم، هذو الرجال، النساء. نديرو تمرين كومبليت افيك ادجيكتيف ديمونستراتيف. جام بوكو فوتو، هاهي جمع فوتو، واش راح نديرو؟ كي تكون جمع نديرو هذه سي فوتو، كي عاد جمع فيها الاسم الاخير معناها نديرو سي، كي تكون الجمع فيها الاسم الاخير هكذا راح نديرو سي. اغبغ، شوف هاي بدات ب ا، قلت لكم كي تلقاو حرف الاول ا مات، هاكي كي يكون اول حرف ا ولا نستعملو سات، راها مراجعة مهمة جدا.